دلوقتي نروح بقى مع حضراتكم على ملف مختلف تماما، وكلامنا دلوقتي هيكون عن مبادرة درجتك صحتك. امبارح تم تسليم درجات المرحلة الثالثة من هذه المبادرة لكل الحاجزين وكمان لأبناء الشهداء بمشاركة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بكل أسرهم. المبادرة بتتم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة وكمان نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال. على كل الأحوال تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير. تفضل. احنا بنعمل بس دفعات، كل دفعة بنفتح الحجز ليها على طول اونلاين، وبنعمل التسليم وبتسلم متركبة جاهزة فيها كل حاجة، وفي متابعة كمان من الوزارة، وفي سنة أو شهادة صيانة عليها. المبادرة إحنا بندعمها ماليا، وكمان فتحنا البنك البنوك ليها، معنا قطاع بنوك اللي عايز يجدول أو حاجة. وغير الدراجة العادية اللي موجودة، عملنا كمان وأعلنا من فترة عن الدراجة الكهربائية، دي بتبقى اقتصادية أكتر، اللي عايز يروح شغله، اللي عايز يروح جامعته ومدرسته، لان بتمشي اكتر من 40 كيلو الدراجه، هي بتبدل عادي عشان دراجه ورياضه، لكن في حال مسافه طويله، في حال طلوع كوبري، في حال تعب، بتدور كونتاكت، بتنقل الى دراجه كهربائيه. ومستمرين على طول يعني ان شاء الله، وعاملين كمان نماذج للمحافظات، بنودي لغايه المحافظات. طبعا البدايه مش النهارده، البدايه كانت من سنه تقريبا، دي ثالث دفعه او ثالث مرحله. المرحله الاولى كانت 1000 دراجه، المرحله الثانيه كانت 1400 دراجه، المرحله الثالثه كانت 7200 دراجه، واحنا دلوقتي بنسلم المرحله الثالثه على دفعات. دي الدفعه الثالثه من المرحله الثالثه، 3200 دراجه، في كل الانواع موجوده معانا يمكن لاول مره، الدراجه الجبلي والدراجه الهجين والدراجه الكهربائيه والدراجه السيدات. يمكن الدراجه الكهربائيه بالذات هي كان وجه بيها سياده الرئيس ان احنا خلاص يعني خلاص عودنا السادة المستفيدين ان هو على الدراجات الهوائية، لكن كان طموحنا ان احنا نكبر ونبتدي ناخد العجلة ونروح بها شغلنا ونمشي بها مسافات كبيرة. يمكن انا فاكر لما دكتور اشرف صبحي التقى بسيادة الرئيس في افتتاح المدينة الشبابية في الاسمرات، كان سيادة الرئيس وجهه بالدراجة الكهربائية، قال له يعني نصا كده اليابانيين والالمان بيحطوا موتور في العجلة بيخليها تمشي مسافات كبيرة، لو نقدر نعمل ده والحمد لله قدرنا نوفره. يمكن النهارده الاول قبل ما نتكلم عن الهدف من المبادرة، النهارده تحديدا عندنا حاجة جديدة احنا عملناها بالتعاون مع صندوق تكريم الشهداء، هيكون هناك عدد خاص من الدراجات لأهالي أسر أو لأسر الشهداء أو لأهالي الشهداء. ده مهم جدا كمان كمشاركة مجتمعية من وزارة الشباب والرياضة، بتكلفة كمان 50% من سعر الدراجة. كمان عندنا دراجات خاصة للفتيات تم طرحها في هذه المرحلة. كمان خلينا نقول الهدف بقى من هذه المبادرة، الهدف هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية زي ما قلنا، عايزين كل مواطن مصري يمارس الرياضة، كمان هي وسيلة اقتصادية جدا وكمان بتحافظ على البيئة. والله تابعنا الأول على موقع وزارة الشباب والصفحة على الفيسبوك لغاية ما عرفنا أن المبادرة اتجددت، وبعد كده تابعنا مع برضو مع الصفحة لما عرفنا موعد التسجيل، وفضلنا مع اليوم تقريبا احنا كنا رقم واحد في التسجيل في الكشف يعني. والله جمعية المحاربين كلمتنا وقالت لنا في مبادرة عجل وكده لصحتنا وكده، فلو حابب ان احنا نشارك وكده، فقلت لهم خلاص ماشي. فقالوا لنا في بقى عجل هجين وفي عجل جبالي وكده، فانا اخترت الهجين. فبعد كده في حد من وزارة الشباب والرياضة استاذ سامح، الدكتور سامح، كلمني طبعا واشتركت معاه وقال لي هتعمل اجراءات ايه وان شاء الله نيجي نستلم النهارده. هو اصلا يعني بصراحه هي اصلا رياضه حلوه جدا يعني، لازم كلنا نهتم بيها، دي حقيقه. المبادرة دي هتسهل على ناس كتير، الناس اللي مش قادرة تجيب لان هي نازلة باسعار كويسة، يعني اسعارها اصلا اوريدي احسن من بره بكتير، يعني اقل من ما احنا جبناها من بره. فهي اصلا مبادرة حلوة هتساعد اي حد اللي مش هيقدر يجيب، هتساعد ناس كتير ان هي تجيب.